لله ان هم بيكونوش يعني يعني او انا بعتبر ان ارائهم ما بتبقاش مجديه قوي بالنسبه لي. الحمد لله طالما الواحد بيتكلم دايما بما يرضي الله، وزي ما انا يعني معاهد ربنا ان انا طول ما انا بتكلم قدام حد او انا صوتي مسموع لاي حد مهما كان الحد ده مقتنع او مش مقتنع، انا معاهد ربنا ان انا اتكلم دايما بما يرضي الله، واللي يزعل مع احترامي الكبير ليه يتفضل يزعل، ما فيش اي مشكله. اللي بيرضي ربنا ربنا هو اللي بيرضيه، انا لا برضي حد على حساب حد ولا هعمل كده ولا عملت كده ان شاء الله. عايز اقول ان دايما في ناس ما بيعجبهاش حاجه خالص، ما بيعجبهاش فعلا العجب. يعني النادي الاهلي خد بطوله الدوري في اعتراضات، النادي الاهلي خد البطوله بدون هزيمه تلاقي اصوات طالعه بتشكك في النادي الاهلي، حسام البدري عمل ارقام تلاقي الناس تقول لك يعني بس كان المفروض يعمل كذا، طب مش عارف المفروض يعمل كذا، كابتن حسام بدري لاعب حمودي، انت لعبت حمودي ليه؟ ما لعبش حمودي، ما لعبتش حمودي ليه؟ لعبت مش عارف مين، هي ما تفهمش عايزين ايه. النادي الاهلي ماشي كويس قوي قوي قوي، وبالرغم من كده انتقادات انتقادات انتقادات. انا مش عارف ايه السبب، نفسي اعرف ايه السبب. لما تيجي تتكلم على مشكله يعني بمصداقيه تلاقي الناس طالعه تنتقد فيك، تلاقي نجاحات تلاقي الناس طالعه تنتقد فيها، تلاقي هي كده، هي الدنيا كده وهي ناس كذا. بس في يا جماعه لازم يعني لازم الانسان يشوف نفسه فعلا، يعني تنتقد انتقد بموضوعيه شويه، يعني خلي عندك حياء في الانتقاد يا اخي، يعني ما تنتقدش حاجه وتاني يوم ترجع تقول لا ده انا كنت مش عايز اقول لفظ. يعني انا دايما بحترم الساده المشاهدين. النادي الاهلي في البطوله العربيه، احنا قلنا البطوله دي هدفها ان الناس يشوفوا اللعيبه عشان يبقى في حكم موضوعي في الملعب، وبالرغم من كده كانت اول خساره قدام الفيصلي، وقلنا ان هي كانت خساره مفاجاه وكان ممكن يحدث احسن مما كان، واتكلمنا معاكم بمنتهى الموضوعيه ما كانش في اي مشكله. وناس طلعت اتكلمت اصل ده مش عارف ازاي وده مش عارف ازاي والكابتن حسام والكابتن احمد ايوب واي حاجه، عايزين يعملوا اي مشاكل في النادي الاهلي وخلاص. النادي الاهلي كسب الوحده، اصل الوحده كان فريق مش عارف ايه واتطرد منه وازاي النادي الاهلي. طب ما تبصوا يعني ما فيش حد بيطلع يقول حاجه ايجابيه خالص، يعني ما فيش حد يطلع يقول مثلا النادي الاهلي فيه لعيبه كتير جدا جدا بيشوفوها لعيبه ما لعبوش مع بعض قبل كده، لعيبه كبار لكن برضه الانسجام ليه دور. مثلا انا بكلمكم بديكم مثال، يعني لما تلاقي لعيبه كتير جدا حوالي مثلا 6 لعيبه اول مره يلعبوا مع بعض اكيد هيبقى في اختلاف في الادوار، لما تلاقي لعيبه الثقه بعيد عنها شويه اكيد برضه هيبقى في اختلاف في الاداء الفني، ما حدش بيبص للكلام ده خالص. وبالرغم من كده النادي الاهلي لسه فرصه شبه محققه ان هو يصعد في الادوار النهائيه للبطوله العربيه. انا نفسي اعرف يعني الناس بيفكروا ازاي، يعني اي حاجه عايزين يكبروا عماد متعب، عايزين يكبروا مشكلته. لما طلعت اتكلمت على عماد متعب اصل انت بتهاجم عماد متعب، مع ان كلامي كان واضح جدا وصريح جدا مفيش اي فيه مشكله خالص بالنسبه لعماد نجم كبير، وقلنا عماد نجم كبير وطالما التاريخ كتب في سطوره عماد متعب مين هينكر كده؟ مين هيقول ان عماد متعب لعيب عادل؟ لا عماد متعب لعيب نجم ونجم الجماهير ونجم الشباك ونجم ونجم ونجم. لكن انا لما طلعت اتكلمت معاكم بمنتهى الموضوعيه، قلت ان النجم الكبير مكتوب عليه الصبر، مكتوب عليه ان هو يصبر طالما اختار ان هو يفضل في النادي، لكن هو عنده خيارات ان هو يفضل في النادي، ان هو يمشي من النادي، ان هو يعتزل في النادي. بتكلم معاكم بمنتهى الموضوعيه، عماد قبل ما يكون صديق ليا وصديق اعتز بيه جدا نجم كبير، لكن انا بكلمكم بمنتهى الموضوعيه. كلامي ما كانش فيه اي حاجه خالص على عماد، بالعكس انا يعني كان في كلام المفروض اقوله انا ما قلتوش على عماد، لكن هو النجم دايما مكتوب عليه كده. واديتكم امثله بالكابتن محمود الخطيب النجم الكبير الاسطوره، اديتكم امثله بالماستر صالح سليم، ان كل الناس دي قعدوا طالما اختاروا الاهلي وعشقهم الاهلي صبروا في الاهلي لغايه لما هم خدوا قرار خلاص. هو عماد متعب صابر في الاهلي، هديله الفرصه هيلعب، هيستنى. عماد متعب خلوق جدا، كابتن النادي الاهلي، يعني مش عارف اقول ايه تاني يعني. فهو مكتوب عن النجوم الصبر، لان اي حاجه النجم الكبير بيعملها كده هتلاقي ناس بتهاجم، يعني اقول ايه اكتر من كده. فما ينفعش النجم الكبير هيفضل صابر لغايه لما هو يقرر ويختار ان انا هفضل في النادي، النادي يحتاجني في اي وقت انا تحت امره زي ما هو عامل، ونموذج نموذج نموذج، وغصب عنه انا بلتمس له العذر غصب عنه، لازم الانسان يفضفض سنه لكن بيرجع تاني بسرعه جدا. يا اما يختار البقاء يا اما يختار
الانتقال نادي تاني وده حقه شرعا ومفيش اي حاجه خالص، يا اما يختار الاعتزال في مكانه. وقلت لكم نهايه سعيده كباقي النجوم، وقلنا غلطه الشاطر مش زي غلطه اي حد، غلطه الشاطر بألف غلطه.